كان فرض الصوم في أول ما شرعه الله عز وجل لهذه الأمة على نحو ما ذكر الله في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه يعني يقدرون على الصيام، هذا في أول شرع الصوم، وعلى الذين يطيقونه فدية، أي إذا تركوا الصوم خيرهم الله تعالى في أول الأمر بين الصوم وبين أن يفتدوا عن الصوم بإطعام، وعلى الذين يطيقونه يعني ولا يصومون فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا أي زاد على الطعام المسكين فهو خير له. ثم بعد ذلك بين لهم بعد التخير الأفضل من الخيارين، فقال: وأن تصوموا خير لكم، فجعل الله تعالى الصوم خير من الفطر مع الفدية في أول الأمر. الحمد لله. بعد ذلك جاء الفرض والإلزام بالصوم لكل قادر، فقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فجعل الله تعالى صومه فرضا على كل من شهد الشهر من أهل الإسلام إذا كان خاليا من الأعذار المبيحة للفطر، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.